السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جيتكم بهذه الحيله او لهاد لاستيوس اللي كنديرها في غالبا في الكيك ديال المول العجيب، اللي هكذا شحال من مره داك الوسط ديالو ما كيجيش متساوي او لا كيجي رقيق بزاف. بحال هنايا ما نجحتش معايا، يعني جا واحد الجهه طالعه مزيان وواحد الجهه جات هابطه. اللي كنديرها كناخد اي بيسكوي عندي، اي بيسكوي عندي في الدار كناخده كنعمر به ديك الجهه اللي جات هابطه، ديك الحفره اللي جات هكذا هابطه ديال الكيك، حتى كنساويه مع الجنب الاخر ديال الكيكه. هاد الطريقه هادي زوينه وما كيبانش كاع العيب ديال وما كيبانش داك العيب ديال ديك الخويه اللي بقات هكذا من الكيك. صافي، وكنخوي عليها الكريمه اللي درت. انا هاد الكيك هذا درته بنسمه القهوه، ان شاء الله مازال نشاركه معكم في القناه. فهذه هي الفكره اللي بغيت نشاركها معكم، اتمنى تنال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا من لايك والاشتراك. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.